الفن الأول علم المعاني، فن يا ورق سنة علم معاني. الفن الأول ولا ما في إشارة كافن أولا وكوتمان بس وكتقسيمات يكاتو وتيشي هذا بالأوين تر الأبلام داخلة كتسري ما مقدمة وانية فني أورق سنة علم معاني كا علم معاني علم نحو هرشي ببدل حال شيء تعريفك يعني أما لا منطقة أما زان راوة لعلم نحو أما زان راوة منطق شيء آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن القطعي في الفكر أما تعريفي بجيتي وحدتي على زيك وحدة ذاتينة تعريفي بغاية كيت بوك مشتمل بس الفائدة كيابي وتعريفك كيت أجل تعريفي بجيتي وحدتي ذاتي بكيد أبي مشتمل بس الموضوع كهذا أبي بيجي المنطق إما معلوم تصوري أو معلوم تصوري من تصديقي من حيث إنهما يوصلان إلى مجهولاتهما ولا مجهولات التصوري ولا مجهولات التصديقي شون هل تعريفي أكره؟ يا تعريف بجيتي وحدتي ذاتية يا تعريف بجيتي وحدتي عرزية أقل تعريف يكل كردو مشتمل بو بس الموضوع أبو تعريف إيجن تعريف بجيتي وحدتي ذاتي وكل أولي فناريو يجد أقل تعريف يكل كردو مشتمل بس الفائدة وغايتك يا أبو وكو إيسا فائدة منطق شيئا غاية منطق اسمه دي أقل بيجي المنطق آلة قانونية تعصم مراعات وأزينة عن الخطأ مشتمل بس رواية أو في أجن تعريف بجيتي وحدتي عرزي أم تعريف الأقراء فرمي وهو علمي معاني علمي معاني شيء علمي معاني علميك علميك يعني ملكيك أم ملك كعلم بكليات وتري ملكيك يعني قدرة فياك بسبب أول سر إدراكات جزئي يعني أم مسألة في أزاني أو في أزاني أم أحواري أم كلامي في أزاني كأي أما مطابق له مقتضى حالة أي أما شونة أو شونة تعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحالي يعني أحواري اللفظ عربي في أزاني فقد أحواري اللفظ عربي في أزاني لحسد على الاشتقاق وانو لحسد عربه اختلاف أحوارك لا أو أحوارنا التي بها يطابق اللفظ المقتضى الحالي أو أحوارنا كببون أحوار كان اللفظ وكو مثلا أحوار كان وكو إنكارو خالي زينو كلفاسيت أو كلفظ مطابق بلبو مقتضى يعني أقر رحايتي وأنت كر مطابق بلبو مقتضى حال يعني أتوكو تأكيد وكو أو كتقديم وتعريف وأنا لهر مقام كان مقتضي بيبوها الفن الأول علم المعاني بوشي علم معاني فيش بس العلم بيانا قدمه على البيان لكونه منه بمنزلة المفرد من المركب شنكو أم بالنسبة علم بيانه وكو منزلة مفرد ومركب وهي يعني أبيان مركبة أم مفردة دي مفردة بلا بروبية مركبة بلا بروبية أم بمنزلة مفردة شون أم لواجراوته شون لأن الرعاية المطابقة لمقتضى الحال وهو مرجع علم البيع معاني شون رعاية مطابقة لمقتضى الحال كمرجع علم معاني معتبرة في علم البياني أميش يبتيابه مع زيادة شيء آخر وهو إراد المعنى الواحد في طرق مختلفة أميش يشيء وسانه ورع استعارة بريتيلا وكإرادي معنائك واحدة وكيف تروق مختلف مثلا قررت أداي سخاوتي زيد كي بياني سخاوتي زيد كي بياني سخاوتي زيد بشيب شيبه مثلا يجي زيد جبان الكلبي زيد مهار لاستعارة كائنة وأمانة زيد جبان الكلبي زيد مهزول الفصيلي زيد كسير الرمادي يعني يق معناي سخاوتي زيد ومليافيو ميوان داري زيتا فقد آبا مانا بسكتر سنوكي بمهزول الفصل جوارا كالاري بخولا ميجزوري جا علمي معاني تشيا وهو علم
أي ملكة يقتدر بها على إدراكات جزئية، يعني ملكيك كحصل به إنسان ملكيك كحصل كوتي ملكي يعني أبي قوي كويزك وأبي راسخ ولا نفسي ناطقك كقسكاك يعني أنت من الراسخة يا بحسب سليقة أقر تيبو راسخة يا بحسب سليقة راسخة أقر تيبو أقر عربو يا بحسب تتبعي تراكبي بلغاء أقر غير عرب وعجم ولخوار وتمان لبعثي مطابقة لبو مقتضى الحال واعتباري والمناسبة كوتمان متكلم اعتباري كابا مكا أما مناسبة يا بحسب سليقة يا بحسب أقر أقر عربي هر قوي سليقة يرواسا أقر عجمي قوي تتبعي استعمالاتي عرب وواني مواردي كردو تراكيبي بلغاي كردو هذه أمي جاواته ملكيك يقتدار فيا بكري بسبب أو ملكوه كلا نفسي ناتقاء هي زقوة أو كيفية الراسخ بولا نفسا بحسب سليقيا بحسب تتبعي تراكبي بلغة كي اقتدار فيا بحسب أو ملكوه لسر إدراكات جزئي أم أو إذا مثلا لعلم نحو عامل قياسي تيه عامل قياسي أوسانك لروي قاعدة لروي قاعدة وقياس عملك يعني بيجي مثلا بيجي ضرب فعل ضرب فعل وكل فعل يرفع الفاعل فضرب يرفع الفاعل قاعدة كليك كل فعل يرفع الفاعل كل فعل يرفع الفاعل تيها لجرا هزاران هزار فاعلها لجرا دي بابون أم كل فاعل يرفع الفاعل كل فعل يرفع الفاعل هرشي جزيات بي لجريا ناسره فقد بلمي يفسق رسالة الحصول يعني هرشي تسر زيدي لرب زيدون يجي زيدي لرب زيدون فمرفوعة بو لأنه فاعل أوق صغرايا لأنه فاعل وكل فاعل وكو امتحان وأزمائش أو أعداد وايا وكل فاعل مرفوع كابته فزيد في لرب زيد مرفوع أشي تسر جزئية كتل جزئيات مندرجة جير كل فاعل مثلا وكو قام زيد يجي زيد في قام زيد مرفوع بو لأنه فاعل وكل فاعل مرفوع كابته فزيد مرفوع أميش تعرف به يعني معرفة بو جزيات وتري علم بو كليات وتري معرفة بو جزيات وتري تعرف به أحوال اللفظ العربية أحوال اللفظ العربي أم لفظ أو لفظ أو لفظ وهو أي وهو علم يستنبط منه إدراكات جزئية علمك استنباط استخراجك للو علم وإدراكات زانين وعلم فياكذن بل جب أحكامات جزئي وكو وكم مثلا او مسالك كما مطابق بلا بمقتضى حال او يعني يا لعيم نحو بيجين ام فاعل او فاعل او فاعل وهي كتشيه ادراكات جزئيك وهي معرفة كل فرد من الاحوال المذكورة يعني ناسيني كل فردك لو احوالنا كذكر كلا لبرو وكو تعريف وكو تنكير وكو تقديم كما نهم مقام هم مقامي كان ايه يعني بچه معنى يعني أزاند أو أحوالي أم فرد أو فرد بمعنى أن أي فرد يوجد منها أمكننا أن نعرفه بذلك العلم كيشن علمي معاني علمك أواني في أزان ري يعني هر فرد كما ممكن بألم أحوالانا يما بومان ممكن بك أما بناس وبيزان بم علمي بم ملك بم علمي معاني بيزان قول التي بها يطابق لفظ مقتضى الحال أو أحوالانك لفظك بابون أو أنا مطابق لبو مقتضى حال يحتراز عن الأحوال التي ليست بهذه الصفة أو أحوالانك صفتين به مثلا إعلال إدغام رفع نصب ما أشبه ذلك مثلا أو أنا أنك ربتك يعني مثلا تسنية جماعة بيجن تصغير نسبة غير معنى يعني أوانيك دسيان هي حتى لبلاغتشا دسيان هي هاليا بي يعني أوانا نبي قسمان لوانا نيا مما لابد منه في تأدية أصل المعنى
يعني او انا كشتيك لازم بيبو ادا كدني اصلي معنا او احوالنا من منظور نيه او انا احوالين احوالي لفظين البته بلام او انا شتيكي وانا كاداي اصلي معنا كان بيكري او انا معتبرنين بلا علماء بلا هو مطابقة لبو مقتزى حال معتبرة يعني مترحة بلاي بلاغاو اميك وكذا المحسنات البديعية من التجنيس والترصيع ونحوهما هروها خارجة بمحسنات بديعي وعجيبي لتجنيس وكتوافق لفظة للفظة كان موافقان به من جنى نار جنى نار جنى في بيتنا في بيتنا نار جنى من جنى نار جنى نار جنى مثلا لفظة كان هناك به أما شيء أما معنى كان ينفق به ترسيع كألفاظ وسان مستوي الأوزان بوزن كان مرصع به نحوي أمانة وكو مثلا مطابقة صنعات فلان أمانة مما يكون بعد الرعاية المطابقة أو جورشتانة كدواي رعاية مطابقة لبو مقتضى حلفا يابه كأوانة حسن قبول عرزي في فرام يعني جا كسي سؤالك يعني علمي معاني يعني شي أماني في أزانت يعني أيجي والمرادو توانزك والمرادو يعني كأنه قيل دخل في تعريف علم المعاني علم البياني يجل علم معانيا علم بياني داخل به شون لأنه علم يعرف به الحقيقة والمجاز والكناية وبشعبار اللفظ ويتابق مقتضى الحال أيش بمن أوانه متابقة لبو مقتضى حال بيت وكابه لتعريف علمي معاني علمي بيانش داخل به يجنا جورج كن كو خارج به والمراد أنه يعني علمي معاني علم يعرف به هذه الأحوال من حيث إنها يطابق بها اللفظ مقتضى الحالي لم حيثتك لفظك النقل لم حيثتك زين انتقال قال لم لازم أبو ملزم يالسه تأويش بربك به شون لظهور أن ليس علم المعاني عبارة عن تصور معاني التعريف والتنكير والتقديم والتأخير والإثبات والحسب وغير ذلك لبرم نشوف أذان علم معاني عبارة للتصور معنى التعريف يعني قرأت بيجي تعريف شيء معرفة شيء معرفة معرفة شيء أنك تصور يعني تعريف يعني علم معاني عبارة للتصور وتعريف كدني معنى التعريف يجي تعريف شيء يجي نكيرة شيء نكيرة قابل المؤثرة أواقع موقع ما قد ذكر يعني يجي تعريف شيء نكيرة شيء تقديم بريتيلة شيء يعني بو إثبات مفهوم كان كي معنى كان كي بما أمنية وبهذا يخرج عن التعريف علم المعاني هربم قيديشة كيجن منزول أوانية يعني باعتباري أم قيدك كالقروت ما ميجين لم حيثيته كلفزك مطابق بفيب ومقتضى الحال وبهذا يخرج عن التعريف علم البيان كأباس لحقيقة مجازك شون إذ ليس البحث فيه عن أحوال اللفز من هذه الحيثية أو بحثك لو لم حيثيته وإنك لفزك مطابق به بل من حيث روح الدلالة وخفائها الآن بران التماشي علمي بيانك لأولي تعريف علمي بيان ويجيتي يجي علمي بيان علمي كواسا كيبو روشن كدنويتا بإرادي بحاولتني تنلزك مختلفا هان يبي لخفاو لأمانا مختلفا لخفاو لوروحا يعني بعضي كان بعضي كان خفية بعضي كان أخباتر لو بعضي كيترين آوه يعني الفن الثاني علم البياني الفن الثاني علم البياني وهو علم أي ملكة أي شريعة ملكة أي ملكة يقتدر بها على إدراكات جزئية يا علمك كيف خدي أصول مسائلك عن قاعدة يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق وتراكيب مختلفة في وروح الدلالة عليه لو روحي دلالتان أولا سألو يا غير كتابك وكوينك إمن وابايا لينك إمن لصحيفين دو صوحة بتاصيغة أو فني ثانيك علماني
اجيت شنكو بحث لعلمي بيان لم حيثيتوني كلفزك مطابق به لحيثيتي وسا كإرادي كلم حيثيتو إرادي معنايك واحدة أكيد حروكو لا لم يوان داريكا لسخاوتك إرادي معنايك واحدة أكيد بچان ريغو تركيبك مختلف وكوشي ريغو مختلفك لسخاوتك زيدا لبيان سخاوتك وكو جبان الكلب مازول الفصيل كثير الرماد وكو أمانة والمراد بأحوال اللفظ الأمور العارضة له منظور بأحوال لبس أحوال لبس قريك يسي أحوال لقل مختزى حالات يبكاتو لا يجي أحوال كان بواسطة أو أحوالانو لفظك مطابقة بلبو مختزى حال قريك يسي بزاني مختزى حال شيو أحوال كان شي أحوال كان خد تقديم وتأخير وإثبات وحسبك مختزى حالك إلى حقيقة كلامك كيك لماني تيابي بتايبتي كواب فرقي هي إذا قال لي عن برسيب يجي بواسطة علم معاني وأحوالك أن أزان لي كبابون أحوالك أن ولمزك مطابقة بلبو مختزى حال دي باش أحوالك تشيه أحوالك تقديم تأخير إثبات حسب أمانسة أي مختزى حالك تشيه مقتضى حالك كلامك كأي يعني ويكلماني هاتيا هذا فرقي هي إذا ومقتضى الحال في التحقيق هو الكلام الكلي المتكيف بكيفية مخصوصة كيفية مخصوص عالمانة مشتمل بس مثلا تقديمها به مشتمل بس تأخيرها بأمانة على ما أشار إليه في المفتاح وصرح به في شرحه لشرح المفتاح لا نفس المقتضى كلامك مقتضى حالك لا نفس الكيفيات نفس كيفياتك نين كيف نفسك التي من التقديم والتأخير والتعريف والتنكير على ما هو ظاهر عبارة المفتاح وغيره وإلى أقر عوى من نفسي أو أنا بيتا جاتون أحوالكان وهر خيان خيان بن يعني أحوالكان هر مطابق خيان أقروي أقر يكيبه انت فرقي احوال مطابقة للمقتضى حركيك يا كبير والى لما صح القول بانها احوال بها يطابق اللفظ مقتضى الحال بيجي امانه احوالك انك بونا محوالانو كلامك لفظك مطابق بلفظ مقتضى ارجونا مدوانه لانها عين مقتضى الحال شن ام احوالانا عين مقتضى حركا اقر وايليك وقد حققنا ذلك في الشرح تحقيقي أمانك ولا شرط مختصرة فأمي بيسي وتابي كتر إذا وأحوال الإسناد وأحوال الإسناد أيضا من أحوال اللفظ بأمي بيسي وأحوال الإسناد أيضا من أحوال اللفظ أحوال إسناد إلى أحوال لفظ يعني كأنه كسي سؤالك يجي جواب له أوك إسناد لفظ نية يعني كشي لم علمي معانيه بحثي لي بحث الأحوال يوكره الآن لأورو كدسي في أكا لم كتبا بحث لأحوالي إسناد خبر يوكا أزاني؟ أزاني بيدوزي تو؟ كامسا؟ ثم الإسناد منه ثم الإسناد منه حقيقة وعقلية ومنه مجاز عقلي انت دوايا بحث لأحوالي إسنادك يعني كانوا كسي سؤالك يجي أمانة أحوالي مسندو إليه وأحوالي مسندو أمانة اللبزة بس إسناد اللبز نية كسي قسل أحوالي شو أكره نا يجي علمي معاني قسل أحوالي لبزوك دي خوية كلم بحثاني كما أحوالي إسناده إسناد خبرية دي خو إسناد واسطية كلما بيني مسندو إليه كمعنايك هو لبز نية أبي وأحوال الإسناد أيضا من أحوال اللفظ أحوال إسناد أحوال اللفظ بشي اعتبار مثلا باعتبار أن التأكيد وتركه مثلا من الاعتبارات الراجعة إلى نفس الجملة لبرما تشنكو يكيد أحوال إسناد مثلا بيجين مثلا تأكيد يكيتو يا تركي تأكيد وانا لو اعتباراتنا كأقرانو
في الجملة أقرنه ولا جملة إلى نفس ولا نفس الجملة بو، لأنه لا يوجد تأكيد بدون الإسناد. شون يكلا وحوالانا كخسيل يكلا الإسناد خبر يا مثلا تأكيده، تأكيد موجود نابي ببي إسناد، ولا يوجد الإسناد بدون الجملة. إسناد ببي الجملة نابي، والجملة من الألفاظ الجملة إلى ألفاظ كوابيتا إسناد هر أقرته بولاي لبس. كسي سؤالك او بوچيلا تعريفي علم معاني، فرمي علم معاني علمك بحث الاحوال اللفظي عربي وكا يا اخو اقر عجميش بين رعايتي اوانيتي انا كري فرقيني هر بليغ نيه شو فرقك ايه نسا تخسل لك لفظي كردي بيه فارسي بيه هر شي بيه خسل لك الكابراكي خالي وزيهنا بكي ابي وكو خسل لك المنكيري كابكي اوابي فرقش ايجا والتخصيص اللفظي بالعربي مجرد اصطلاح تخصيص لفظ بالعربي بو مجرد يعني بو احترازني يعني لا للاحترازي هل يحتر هل متاع اصطلاحك ايوا بو احترازني بو شون لان الصناعه انما وضعت لذلك اصطلاحك وايه كوان اصطلاح يقسل باصطلاح عرب سان كلوا انا اقل باصطلاح كردي بي ابي تعريف علم معاني بشيوية كمطابق بلبو أحوال لفظي كردي لفظي فارسي مثلا أرى لأن الصناعة إنما ورعت له شنكو أو علم بو أو دان لا وكعلم كالعربية عربية داو نقصان لإصلاحة عربية نك كردي فارسي أو أنا بدا هذا بالي بحسن.